الزمالك في موضوع المدرب الاجنبي هو هيكمل بالكابتن معتمد جمال ولا في مدرب اجنبي؟ طيب البيان الرسمي اللي طلع من النادي ايه؟ الكابتن معتمد مكمل ومفيش اي مغالطات، وانا بقول لك الزمالك هيجيب مدير فني اجنبي. امتى؟ امتى بقى هي دي الوقت؟ ليه؟ ممكن يجيبه في يناير من البدايه، ممكن يعني ممكن قبل بعد الماتشين بتوع افريقيا بتوع الكونفدراليه، بعد ماتش يخلص الزمالك ماتشين الكونفدراليه وماتش فيوتشر ويبدا الكلام في موضوع مدرب اجنبي. لكن الزمالك ما زال حتى بعد نفي الاداره في بيان رسمي ان في مفاوضات مع مدير فني اجنبي، الزمالك بيتحرك نحو التعاقد مع مدير فني اجنبي. والكابتن معتمد جمال يعلم هذا بالجهاز الفني بالكامل، عندهم عارفين ان النادي بيتحرك في الملف ده. الزمالك شويه كريم مش مستعجل، ده اللي مخلي الزمالك بس ان هو طلع وقال لك احنا بنجدد الثقه، والزمالك ما كانش خد الثقه من الكابتن معتمد عشان يجددها فيه. يعني دي برضو حاجه في البيان انا استغربتها، ان انت طالع كقرار مجلس تقول لك انا بجدد الثقه في الكابتن معتمد جمال. هو الكابتن معتمد مثلا ما خسرش من بيراميدز، فانت بتدي له فرصه. الصيغه اللي ايه احنا حافظينها اللي هو يعني اجدد الثقه، ده عايز اقول للمدرب يكمل فبنقول نجدد الثقه، ولكن انا بقول لك هما بيتحركوا يعني. وفي اسماء والمفاجاه، وانا كنت قلتها لك قبل كده من على الكرسي ده، الزمالك اتكلم مع بسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا. كنا هنا في رقم 10 الاسبق للنادي الاهلي، اول ناس قلنا موضوع بسيرو وان اسمه اتطرح جوه نادي الزمالك وحصل معاه كلام. اسمه مطروح، اسمه مطروح وبقوه، وهناك مدرب برتغالي اخر اسمه مطروح وبقوه بجانب الالماني فرانكو فودا. الزمالك مش عايز مجرد ان هو يجيب مدرب ويبقى اسمه انا جبت مدرب اجنبي وخلاص. ليه مش موسيماني؟ حر دلوقتي بعد ما هم شايفين لا هم عايزين مدرب اوروبي مش مدرب افريقي. مدرب اوروبي يكون اشتغل في افريقيا، مواصفات خاصه، مدرب حقق بطولات كتيره. موسيماني عنده مشكله. موسيماني كمان كل ما اشوف النادي هيفتكروا ذكريات مش حلوه، فالموضوع لا يبقى موسيماني خد بالك، موسيماني كمان لو على النجاحات فالراجل عمل نجاحات كبيره، حقق نجاحات كبيره، بس برضه مثلا على سبيل المثال تجربته مع مع الوحده وبعد تجربته في السعوديه تجارب ما كانتش ناجحه قوي. النادي الاهلي برضه كريم بينجح اي مدير فني، خلينا متفقين عليه. تعليقات كتيره من جماهير الاهلي. طبعا يعني الناس برضه في الاخر كانت بتقول لك لا موسيماني مش الاهلي بينجح اي حد، عشان ارد عليه في حته الكولر. بينجح اي مدرب طبيعي، عشان ارد عليك في حته الكولر بس في راسنا في الرمل. لكن انا بقول لك في اكتر من اسم والناس بتتحرك هتجيب مدرب.